هنروح نتكلم عن طبعا الاهلي يهزم الطيران ودينا استعدادا لاستئناف دوري المحترفين. طبعا انتوا عارفين فريق كره اليد عندنا في النادي الاهلي في مجموعه من اللاعبين ما انضمتش للمنتخب، فلازم طبعا يكون في استعداد. كابتن طارق محروس لعب مباريتين كانت مع الزهور ومباراه اخرى مع هليوبلس، لعب مباراه ثالثه كانت مع الطيران وفاز بنتيجه 34-27. لعب طبعا بدون اللعيبه الدوليه عشان يبقى جاهز لما اللعيبه الدوليه ترجع، طبعا يكون الفريق جاهز لاستئناف دوري المحترفين، لان الحقيقه هيبقى في فرق سرعات زي ما انتم شايفين. اللعيبه اللي بتلعب مع منتخب مصر راجع في التوب فورم بتاعتها، فلازم يكون اللعيبه الموجودين مع كابتن طارق محروس بيتمرنوا داخل النادي لازم يكونوا في فورمه لا تقل ابدا عن اللعيبه اللي جايين. الحقيقه عملنا تقرير مع نجوم فرقتنا عشان نعرف اكتر عن الوديات دي وكمان رايهم في مونديال اليد. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. نتمنى ان منتخب مصر باذن الله والبطوله على ارضنا نقدر يخش بردك من الاربعه الاوائل او يحقق لنا ميداليه، لان الفرقه دلوقتي فرقه كويسه عندها خبرات كتير، ناس على اعلى مستوى وطالع لهم لعيبه من الناشئين والشباب، فرقه كسبت بطل عالم وفرقه واخده ثالث عالم، اكيد الدافع هيبقى قوي. البطوله على ارضنا بغض النظر عن وجود جمهور او مش غير وجود جمهور، اللعيبه حاسه بالمسؤوليه واعتقد ان هم باذن الله هيأدوا على اعلى مستوى. مصر كلها في ظهركم، مصر كلها بتتمنى انجاز، مش الانجاز مستنيه منكم ان انتوا تعملوا اللي هم بيحلموا بيه، وانتوا على قد يعني ان شاء الله باذن الله قد المسؤوليه وتقدروا باذن الله تحققوا الحلم اللي مصر كلها بتتمناه ومصر كلها في ظهركم. ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله وتشرفونا وتفرحونا باذن الله في نهايه البطوله. كاس العالم ده هيبقى الوحيد البلد واحده هي المنظماه. انت متخيله كاس العالم اللي فات 2019 كان 24 دوله بتنظم على بلدين اللي هو الدنمارك والمانيا. ده مصر منظماه، الفرق كترت بقت 31 فرقه، بمصر بقى 32 فرقه، اوكي؟ ثلاث سيارات اتعملوا حيلين على اعلى مستوى بالمواصفات الدوليه زي اكنك بتلعب في اوروبا بالظبط. طبعا والظروف الاستثنائيه بتاعت الكورونا والحاجات دي كلها طبعا مخليه الناس كلها باصه على مصر، واعتقد ان مصر التنظيم هيبقى تنظيم مشرف وهنبهر بيه العالم يعني ان شاء الله باذن الله. كل الدعم والتوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله يفرح اسر كره اليد المصريه والعربيه، وان شاء الله نتاهل السيمي فاينل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ممكن نوصل سيمي فاينل، ممكن اكتر من كده، احنا معانا فريق جامد كده ابطال افريقيا يعني، ف وفرق اوروبا معظم الناس اللي عندنا دلوقتي محترفين لعبوا معاهم عادي وفرق كويسه، فيعني متوقع مثلا ان شاء الله سيمي فاينل فاينل ان شاء الله يعني نقول لهم انتوا قدها احنا واثقين فيكم وان شاء الله تحققوا يعني تفرحوا الجمهور المصري يعني. يعني اهم حاجه يلعبوا ويشرفونا ويوصلوا لابعد نقطه واحنا فخورين بيهم كده كده ان شاء الله. المنتخب في المجموعه بتاعتنا مش قويه ومش ضعيفه، وقدامنا السويد نكسبها ان شاء الله نروح لحته تانية اسهل برضو، بعدها نكسب ان شاء الله نوصل دور 8 وهنا الصعوبه تبتدي، بس المنتخب جاهز ومعاه مدرب احسن مدرب في 2019 واللعيبه كلها في لعيبه محترفه واللعيبه كلها يعني كبيره، يعني شدوا حالكم ان شاء الله هنخش المربع، بس هي محتاجه شويه مجهود. منتخب مصر السنه دي قوي وانا اتوقع ان هو ممكن ينافس ويخش من اربعه كبار.